حسفان القيمة بامتياز. فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي بواسطة متابعتنا القضية هلال الشابة مع الجامعة التونسية لكرة القدم. يبدو أنه فما جديد في الموضوع هذا اليوم الصباح. على كل كانت فما وقفة الأحباء الهلال قدام تاس باش نتابعوا أهم ما جاء فيها مع توفيق المكشر رئيس هلال الشابة. لكن قبل هذا كما قلت يبدو أنه فما جديد قضية جديدة رفعها السيد توفيق المكشر ضد أبدو أنه رئيس الجامعة وادي الجري كيف كيف وزير شؤون شباب والرياضة سهام العيادي وعلى ما أظن رئيس الحكومة هشام المشيشي تناخذ تأكيد مع عند رئيس هلال الشابة توفيق المكشر موجود معنا بالتليفون. سي توفيق أهلا بك. سي توفيق يبدو أنه مش في الاستماع. سيد توفيق المكشر رئيس هلال الشابة نعاودوا نتصلوا به من جديد. كما قلت فما جديد اليوم كانت وقفة احتجاجية قدام التاس من أحباء الفريق بطبيعة بعد ديسيزيون بتاع التاس أحباء الهلال يطالبوا بتطبيق القانون رفع المظلمة على الهلال. كيف كيف قلت فما جديد في حول قضية تم رفعها اليوم من رئيس هلال الشابة السيد توفيق المكشر موجود معنا بالتليفون. توفيق أهلا بك. ألو نسمع فيك. توفيق موجود معنا في المباشرة مرحبا بك. مرحبا بك سليم ومرحبا بالمستمعين اللي معك. شنو حوالك شنو الأمور؟ كاين امور تونس الشعب لاباس لاباس في البلاد هكا. امور تونس شنيا سي خليني ناخذ رايك مساج لاباس ولا مش لاباس؟ يعني قلت لك امور تونس ربي يستر البلاد هذا سي مال نيسيسير. احنا ننتظروا في جديد ننتظروا في القادم وان شاء الله القادم افضل للبلاد هكا خاطر الوضعيه تو تشوف فيها تاع البلاد كامله وان شاء الله كل ما فيه خير للبلاد هكا والناس كلها هذيك دارها بالكل ان شاء الله. يبدو انه ستوفيق فما جديد كما قلت في تطورات القضيه بين الجامعه وهلال الشابه. رفعت قضيه جديده اليوم ضد رئيس الجامعه. والله قضيه ترفعت باسم منخرطين الشاب اليوم ترفعت باسم بطبيعه الحال ضد رئيس الجامعه وضد رئيس الحكومه السابق في هشام المشيشي وضد الوزيره الحاليه وضد رئيس الرابطه وعلى كل ما صار مع هلال الشابه. شنو هو التيتل بالضبط نتاع القضية؟ والله القضية هك تشوف انت خاطر احنا تعرف يعني اليوم الوضعية اللي فيها الشابة كانت نجم وكانت دخلت رئيس الحكومة ولا طبقوا الفصل 21 كما جات من وزارة الرياضة بل احنا ما كناش باش نكونوا اليوم في الوضعية هذه وما نجموش نكونوا اليوم عندنا ناس معناها متوجهين لسويسرا ومتوجهين معناها اليوم مرة أخرى خامس مرة ولا سادس مرة يعلم بهم ربي في الظرف هذايا في الحالة هذايا هما متجهين كل مرة هم قدم الفيفا هم قدم التاس هم قدم السيو واحنا بالمناسبة هذيا جد حابين نشكرهم على خاطر الناس هذي ما نعرفوش احنا كيفاش نجمو نشكرهم عباد تمشي مئات كيلومترات راهو توا في أمودوت وتمشي باش تقف وتفيح وتبكي الناس معناتها والسيد مش هوني معناتها السيد مازال مواصل معناتها احنا اليوم عندنا خمسة قضايا رافعين مع قضية محلية نتاع الأوديت اللي هي موجودة والحمد لله ربحناها وتعطات لي زيكسبير وبطبيعة الحال لي زيكسبير توا نورمالمون يبداو يخدموا أرواحهم بعثونا نحن مشينا لهم والجامعة جاسي الكاتب العام قال احنا مسكرين على خاطر الكوفيد التو فما كان المؤسسة الوحيدة في الجمهورية التونسية مسكرة هي الجامعة التونسية لكرة القدم معناها مسكرة على خاطر الكوفيد عندها شرط وهما يقبلوا في الناس ويقبلوا في العباد ويقبلوا في رئيس الجمعية معناها باش يعطيوه 15 مليون وباش يتصوروا معاه وطلبوا من ليزيكسبير باش يوخروا شهر اخر وليزيكسبير بيان سور عطاوهم شهر باش يحضروا اوراق ما يعرفوا عنده معاهم تو القضيه منشوره وهذه القضيه الشهيره بطبيعه الحال احنا الجدل في النار الوضعيه هذه وتو تجي الاكسبرتيز وتو الناس كلها تفيق والناس كلها تعرف الفساد اللي موجود في الجامعه والفلوس نتاع الجامعه في امريكا ودي تورنمون الكل فين واحنا مانيش عارفين اللي رئيس الجامعه فيه الخدم هذا كله فيه الوضعيه هذه اللي في تونس هو فين هو فين موجود تو انا شنو هي وضعيته وشنو مش يوصل السيد هذا وشنو ناوي اليوم شنو ناوي يخلي جمعيه معناها عندها ملعبيه نتاعها يخلي جمعيه يبعث الجمعيه كلها مع لونجاجمون اخر ديري لو 15 اوت نحن ما يبعثناش يطلب كل مره في دي برولونجاسيون من التاس يوخر يبعث للتاس يقول لهم احنا كجامعه رانا معنا حتى شيء مع الشباب ومش مش نعاقبهم ولا حب عاقبهم هم الجمعيات ما نحب حطنا كيما الحرب الاهليه مع الجمعيات تو انا يجي يتكلم في اللي ريبونس نتاعه يقول احنا راهو الجمعيات مش تعاقب الشباب مش احنا هذا جديد بعث مكتوب للتاس يقول ايه هو تو يتكلم هذا شوف هذا تو احنا باش نعملوا كونفرنس بريس باش نقولوه كله لانك انت كي تتكلم ما تحطش الجمعيات ما تحطش انت تو تجي تصدمنا بالجمعيات راهو الجمعيات مش تعاقب معناها احنا كانه عندنا مشكله مع الجمعيات اليوم هو يتسيل في مخه اللي تصور كون الجمعيات مازال مش كلام في حسن زيان ولا مش يكلمهم سي
في واحد من المستشارين نتاعه وباش يدوروا بهم ولا ماشي يقولوا ايجا باش تعود ضد الشاب. هو مازال في مخه او في تفكيره كيكا ما قال انا الشاب باش تخمله برؤساء الجمعيات ويزيد يحط لك حتى القرار نتاع شو اسمه معناها نتاع الجلسه العامه هو غير قابل للطعن. انا فتوى هاك يجي حتى ضد قرارات الفيفا وضد قرارات كل قرار تنجم تصوره يخرج فيه تو كل قانون يخرج فيه هي جبه خاصه بالشاب. اليوم نحن الا غالب كانت عندنا حكومه ضعيفه، حكومه ماهيش موجوده، نحب ولا تكره يعني نقولوا الكلام هذا نقولوا احنا انا رئيس حكومه قلت مره في تصريح في تونس مع الصحبي بكار قلت له راه قابلته رئيس حكومه، انا قابلته مره فايته صارت جوجمه وحس وكل على اللوكيل نتاع الزريبال انا كل جمعه نشوفه غادي مش جديد كل جمعه وتعرفت معاه هنا في الوتيل بحضور السيكيورتي نتاعه بحضور مدير الوتيل وبحضور الناس الكل تعرفنا وقال لي تو نعيط لك وقعد جمعتين ثلاثه ما جاش الوتيل كل ويكاند اللي يعطيه غادي جمعه وسبت احنا نعرفوه انا حتى كي يبدا عينه عند الوزراء نتاعه يجيبهم غادي هم يبداو قلقين الناس الكل قلق هذا كل بور فير بليزير سي وديع. اليوم احنا خويا جمعيه صرفنا فلوس دفعنا برشا فلوس للتاس اليوم القضيه هذه جديده باش تدفع 300 الف دينار اخرين باش تدفع مون ديفيز باش نخرجوه هذا كل باش سي وديع يرضى باش سي وديع ما يتراجعش في القرار نتاعه باش سي وديع النرجسيه نتاعه هذيك يرى روحه صحيح اذا كان هو اون بليس قاعد يعمل في برشا مشاكل خاصه ويعمل لي في عديد المشاكل ماهوش مشكله اذا كان تو يجي وقتها باش نحكيوه مي راهو لازم يقعد في مخه لو كان مشكل توفيق تكشف معناها لي انا 40 مشاكل سي توفيق تلمح للكلام اللي خرج حاول ايقافك لهنا ايه هو ابو خلم عمل هو كل ما تتصور في بالك تو راهو واديع وانا هذا من اليوم مش حافظ مانيش باش نقولها معاك مي راني مش نقولوا في كونفرنس دي بريس وبار بروف اليوم واديع عندك لي بروف معناها سي توفيق عندك الدلائل قلت انا قد ما حكيت وتتذكر وقلتها برشا مرات قلت انا راني امور الخاصه نتاع وديع ما تعنينيش انا ملف نتاع لي باريس سبورتيف تاع نيس اللي فيه ولده ما جبتوش وما حبيتش نشكي به قضايا خاصه نتاع وديع انا ما عنيتنيش وعمري ما فركست فيها انا نفركس في رئيس الجامعه فركس في الفساد نتاع الرياضه يعني ما مش انا الشاب هذا راهو الرياضه نحن فرحانين رؤساء جمعيات فما رئيس جمعيه اليوم فرحان كان فما رئيس جمعيه فرحان اليوم حتى ماكل القرا بالقرا بلي جيبوا لي جيب خلي عمل لي تليفون يقول لي انا فرحان بالوضعيه اليوم الجامعه السيد يا خويا شنو خرتها عندك 10 سنين انت ماك شديت بعد 2011 في التحول وفي تعرف شنو خرتها انت تو عملت فلوس الفلوس وهربت فلوس الفلوس معناها عملت فيها ايش تحب انت تكون مشاريع اليوم راهي الفيدراسيون لازم نستعرف راهو خذها فوند كوميرس راهو خذا فوند كوميرس هذا لازم الناس تفهموا راهو لازم تفهم الناس راهو واخو فوند كوميرس السيد هذا ويلزم الناس كلها تفيق على الراحه وتشوفوا اول يوم يقولوا ملف فساد ملفات فساد اول ملف فساد محطوط في فوق الطاوله اليوم هو ديال جيري فماش ملف اخر من تهمه خطيره سي توفيق هذه ملفات فساد معناها لازم فما ادله سينو ما عادش ينجم حتى انا بعثك الحكم الاخراني انا تاع لوديت شنو له فيه وكل وهو نقول لك حاجه يا خويا لوديت هنا هما رغم لا تو الاكسبير وماشي الاكسبير كل احنا كي تاخذ اكسبيرتيز تو التونس الكل تعرف الشيء هذا تو تشوف لي ديباسمون تو تشوف لي زوفرتور نتاع لي كونت اون دوفيس سون ديكلاراسيون ديال البنك سنترال تو تشوف الفلوس اللي قاعده خارجه انسان يصرف من القجر لازم نعرفه انا مانيش مولود البارح راه انا نخدم بون لي زافير صافي ما صار تو في تونس ونعرف الشيء هذا صغير انا تو باش نجي نحكي على السيد بالطريقه هذه جوستومون خاطر كلامي خطير تقول فيه توفيق ولا تكره نعمل الفلوس اليوم تحب ولا تكره تونس كانت منين عملها الفلوس هذه عملها شنو من خدمته طبيب عملها من خدمته ولا يقفها من تس اليوم الفلوس عملها من الفيدراسيون عندك فكره على الكونت نتاعو شنو فيهم انت توفيق هذا كلام خطير قاعد تقول فيه لازم اثباتات معناها حتى باش تقولوا هذا يا خويا انا اثباتات عندي سي جي اف اللي قالته في 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 200 صفحه شنو اثباتات عندك الرابور نتاع سي جي اف وحده فيه 200 قضيه الرابور نتاع سي جي اف اللي هو جاء قدمه النيابه العموميه بوصفه كرئيس جامعه قدم فيه سترباج باش شكاب واحد موظف معاه وتحفظت وحتى النيابه ما استلفتلوش كي تحفظت لانه هو خدم خدمته مش معقول الشيء هذا خلينا نقول فما فساد اخي شنو جاينا جاي اليوم متسلط على وديع الجري عندي مشكله معاه انا ما عنديش مشكله خاصه معاه اليوم هو عاد نازل على شسم على رؤساء الجمعيات بالطريقه هذه والشيكات تاع رؤساء الجمعيات وانسان معناها انت ما يفكر اليوم الفيدراسيون تحل فيها الفيدراسيون وتقبل رئيس الجمعيه وتعطيه 15 مليون باش الكاتب العام تاعك يتبجح نهار كامل راهو جانا السيد يقلق رئيس الجمعيه معناها نتاع جمعيه كبيره وولايه نتاعنا ولايتنا المهديه انا اعطيته 15 مليون عامل مزيان 15 مليون وقال لك شو اسمه مش معقول معناها الشيء هذا اليوم السيد دوسياته محلوله احنا اش ما بيناتنا القضاء ما بينتنا القضاء ما بينتنا حتى شيء اخر ما بينتنا القضاء كان انا سي وديع يطلع خفيف شيء هذا كل مش نعتذر منه مش اكثر من نعتذر منه القضيه اللي عملتها اليوم في المنحه هذا معناها على الدوسيات اللي عندك هذا ما
احنا عملنا قضيه تو ننشرها تو غدو نار اثنين تنشر تم قضيه موجوده ضد رئيس الحكومه السابق ضد الوزيره ضد رئيس الحكومه والوزيره اش دخلهم مثلا لهنا اخي سامحني اليوم الوزير السابق ما فعلش الفصل 21 انت اليوم وزيره كمال دقيش نعم اليوم الوزيره فعلت الفصل 21 في خمسه جامعات رجعت رئيس الحكومه هي هوك حلتهم خمسة جامعات حلتهم هي واذا كان موقف واش راهي حلت على الاقل 15 اخرين اخي مش قاعد تشوفوا شنو واش معناتها هي الارتيكل 21 ما يتطبقش كان على الجامعه التونسيه لكره القدم مش معقول سنة باتسونس انسان اليوم عمل معناها كل ما في وسعه راهو صرف بريسك 3 و400 مليون الموحمين البرا باش يعدم يلال الشده كيفاش حنا نسكتوا انا السيد هذا اخي متعدي علي انا كاش قاعد تعدي علي انا هاك اليوم قاعد تعدي علي بجامع الطرق متي قاعد تعدي على البلاد وبالنسبه لرئيس الحكومه السابق هشام مشيشي علاش القضيه؟ خاطر هشام مشيشي كان معاه وهشام مشيشي كان طرف وهشام مشيشي قلت لك قابلنا في اوتيل وعملت عركه معاه في الاوتيل والسيكيورتي نتاعو هاي تسمع تعرف مدير الاوتيل موجود وفي الاوتيل كامل تعرفنا مي انا وقت ما جيت نقول تعرفت انا ورئيس الحكومه وتقابلنا في الصباح ولا حاجه ما نجمش نقول الكلام هذا مي تعرفنا في الاوتيل هذا كيف نفس الاوتيل يحكيوا عليه تقابلنا وفما الوزراء نتاعو تعرف انا كل مره نقول ما عارفك موجود شك سمان غادي يا اخي شنو جديد وتو حبيت استغل الوضع اللي صاير في البلاد اليوم خاصه مع الديسيزيون اللي خذاهم رئيس الجمهوريه قيس سعيد بخصوص هشام المشيشي وغيره وتوفيقه احنا ما نستغلوا حتى وضع وما نستغلوا حتى وضعيه واحنا هي الشابه قاعده عندها توا بريس اكثر من عام تجيها تاع الشيذية الناس عندها اكثر من عام تجي هاكا عندهم توا اليوم في ناس طلبنا منهم باش يمشيوا لسويسرا الناس مش تجي نهار جلسه عامه الشابه كامله مش تجي نهار جلسه عامه احنا مش نطلبوا منها باش تجي العباد اللي قاعدين نتكلموا هذا اللي استغلوا اللي ظرف ونستغلوا حتى هذا شيء انت تعرف من الاول هذا فتاه في تروازيام ولا كاترين فور ندخل معك وتعرف اللي عندي نقولوا انا لا عندي ظرف باش تستغلوا ولا عندي حتى هذا كل نهار كنت نقولوا كل وقت كنت نقولوا السيد هذا متغول السيد هذا اليوم راهو ما تغول الانسان متغول الا غالب انا ركب براسه وش تعمل له انا مش بسيب يا خويا فك ما مش معقول اليوم اني ا دو موا من شو اسمه من الشامبيونات تعرف اليوم حتى جمعيه ما تقبل باش تلعب معنا ماتش اميكال احنا جمعيه كلمتنا اللي تروا جور قالوا باش نعملوا ماتش اميكال لي وروتور بعد ساعتين ثلاثه فرامون شاوروا رئيس الجمعيه نتاعهم طلبنا قال انا عندي كان 7 ملاعبيه رجع لونترينور حاشم قال عندي 7 ملاعبيه وما نجموش نلعبوا تو اليوم الجمعيات حاشمين باش يلعبوا معنا لانه يتعاقبوا مش معقول الشيء اللي قاعد يعمل فيه كيفاش تحضر انا ليكيب نتاعي وكيفاش معناها ليكيب عندها عام ما لعبتش كيفاش تحضرها وكيفاش وتجي تقول لي لونجاجمون حتى لو كان سقوط وما تبعتليش البارح بعثوا عبد المنافر راح يشيقوا هل يعقل اداره تبعث لها عبد المنافر وتلقى موظف يقول لها ما نقبلش هذيك في قضيه نتاع اطلاق انا باش نبعث لك قضيه اطلاق مرتب جاء ما تاخذش ورقه من عند عبد المنافر الاداره راك معناها رغم اللي كسبتوا القضيه سي توفيق معناها ما عندكمش لحد الان حتى شيء حتى تطمينات انكم باش تكونوا موجودين في القسم الاول العام الجاي احنا في القسم الاول احنا اليوم احنا ربحنا قضيتنا احنا رانا موجودين في القسم الاول انا نعم في ديريكتمون ونحكي مع ناس وكل اخي انا نلعب احنا موجودين احنا موجودين في القسم الاول مي هو النوزا بلوكي هو تذكرك الديسيزيون عملها لنا نتاع 30 ديسمبر باش يقول لك تجيه ديسيزيون وقتها ما يفسدليش الشامبيونان اليوم الشامبيونان نتاعك فوت انت واحنا هذاك الكل مش يصير فيه تعويضات بلاش مش سايبه انا بلاش انا مش تحمل من مكتوبي الفلوس هذه كل صرفت معاه كامل تاني يحلم هو كان يصور الشيء هذا ولا بلاد كامله تسكرت على خاطره ويحلم ياسر قاعد اذا كانوا يستخيل مي راهو مش معقول اليوم عندي جمعيه يلزمني تحضر الجمعيه نتاعي يا اخي شنو مش نقدر انا توا اونترينمون في الستاد ومسكر علينا السيستيم وعندك انجاجمون كان اخر جنيه باش تعمل انجاجمون تاع جمعيتك ما بعثوا له واحد منافس باش ما يقبلوش عندك الجلسه العامه تقول لي مش تعملها ليفنت سيت اوت وهو عملها بالعاني راهو قبل ما يجاوب التاسك قال لهم ليه هاني مش نعمل جلسه عامه ليفنت سيت اوت يفرح فينا عملها جلسه عامه ومش انا باش نعاقب راهو الجمعيات باش تعاقب واحنا الجامعه ما عندنا معاه شيء للشباب هو من الجامعه كاينهم يصبونا في الفلوس ما عندهم معنا شيء اتقي ربك يا ما يجيش الشيء هذا ونحن رانا على حق ونحن رابحين القضايا نتاعنا ونشوفوا ما عنده نيوز نجم ياخو توا بيتيتر كلك سيمان يلزم ياخو كلك جور مي الشابه راهي رجعت الناسيونال ورجعت بالقانون الدولي ما رجعتش هنا في تونس كان ينجم رئيس الحكومه كيما قبلني زوز مستشارين نتاعو دخلوني من الباب خرجوني من الخوخه اتفضلوا كذا وين يورا با دو شامبيونان من غير الشابه والشابه كيما قبلوني الناس الكل ما خذاو حتى موقف معاه الراجل يقبلوا فيه من الباب برانسيبال بالموكيت نحن الناس تجي من الشابه كيران وكراهب وكل يخليهم ملوحين وبعد يقبلنا كونسيي اللي هو معينه ذاك الكونسيي هذاك وقابلته قبل في الحمامات ونعرفوا ما يجي منه حتى شيء هذا كله واحنا ساكتين وصابرين ونصبر في الناس انا كل مره نجي للشابه نقول لهم ميسيت تو ناخذ حقنا البر احنا نعرفوا احنا على حق كان جينا غالطين انا قلنا غالطين اليوم المحكمه الدوليه التاس قالت لك الفيسبوك تجي تتكلم على روحك عندك حريه التعبير كما قاعد نحكي معك انا تو قالت لك بالنسبه
السيزون اللي فايته نحن معنيين بها، هذاك كله باش يعوضوا فلوس. اليوم انت عندك ديزيون الاخرى واقد من سكولت رانا باش نربحها، تنجم بدري يقف تنفيذ فيها ما فيهاش اي امارات ديزيون باش ناخذها، وراه هذا كل مش يرجع لي مش يرجع من برا على شكون، لانه يعني هو مش يخرج من صور روحه مش يطول ياسر الجامعه مش يخرج من الجامعه، اما هذا كل مش يرجع على الفلوس الجامعه وعلى الجامعه الرياضه في تونس. واليوم الوجه نتاع الرياضه في تونس نشوف ناس انا قدام التاس وناس تبكي نورمالمون كان جاي يحشم روحه، راه عمل ديكلاراسيون تاعو قال انا ديسيزيون هذه تراجعت فيها ويفك روحه وانا مازال عنده توا قدامه ليامات يفك روحه. سي توفيق مشيتوا قبل لرئاسه الحكومه، تخموا تمشيوا لرئاسه الجمهوريه المره هذه ولا؟ والله احنا رئاسه الجمهوريه ملف الشاب راهو عندها موجود فوق الطاوله، واحنا بعثنا رئاسه الجمهوريه من اول ما صارت العمليه. اليوم ما فماش تفاعل بعد اللي صار تو ما رفعناش حاجه لرئاسه الجمهوريه، لان نعرف رئاسه الجمهوريه عندها توا مندوسيات اقوى من الشيء هذا، ونعرف عن البلاد اللي تشوف مازال فما رئيس حكومه ولا حتى شيء، لان احنا رانا ظلمنا رئاسه الحكومه، ظلمنا قبل رئاسه الجمهوريه، ظلمنا كل ما هي مؤسسه موجوده في تونس كيف كيف، الوزاره بطبيعه الحال من نهار اللي خرج منها السيد سي كمال الله يذكره بالخير، الوزيره هذه هو معينها والناس كل تعرف العلاقه اللي بيناتهم، احنا لا ظلمنا لها ولا مشينا لها ولا فات حتى موقف، بالعكس كانت تمشي مجلس النواب كانت تساند نهار كان في وديع وتجي تحفظ وديع وحشدها باش ترجع الشامبيونات، وهي من الناس اللي خدمت باش الشامبيونات تلعب من غير الشابه، وقالت له حتى في اخر مره كي مشات في راديو مع زميلكم سي حاتم وقالت له معناها بالنسبه لها هي الشابه ما تعنيهاش وما عشتهاش، المهم يرضى في وديع، بالنسبه للوزيره هذه ما تحكيليش عليها، المهم يرضى في وديع. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك سي توفيق على تدخلك معنا. شكرا لك، وحبيت بالمناسبة بربي نطمن أنا أهالي الشاب ونطمن الناس اللي مشات اليوم ونشكرهم شكر خاص ونحبهم كلهم راهو ماذا حق راهو طالب، ونحن مش نكونوا في الناسيونال ومش نحضروا كيف قوية سنة ومش نكونوا موجودين حب من حب وكره من كره. سي توفيق بلا سؤال أخير، لو كان فات لو كان سقوط ما عملتوش لونجاجمون شنو باش تعملوا ولا فما حاجة باش احنا بعثنا له عاد منفذ هو يسحب روحه كي ما يخش ورقه من عند المنفذ ناسي كون احنا نبعث له العاد منفذ بلغ له بالارتيكل 8 احنا شوف احنا كونتوري بار دي جون ناس دي جون كومبيتون عندنا محامين البرا قاعد تخدم تكلف برشا فلوس باش نقول لك برشا 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 فلوس قاعد تكلف علينا على الجمعيه وبرشا ديفيز قاعد يخرج بالعمله الصعبه هذه فلوس احنا حشتها بها الفلوس هذه كان ديني الدنيا لتونس يجيبوا بها دي فاكسان مش انا قاعد كل مره وانا نبعث فلوس للطاس انا القضيه هذه الاخرانيه كيف كيف تكلفت علينا 43000 فرون سويس ومصاريف المحامين فوق 300 مليون هو مش يدفع كذلك هو هذا كل باش يعدم جمعيه راهو عيب اللي يعمل فيه راهو لازم الناس تفيق راهو عيب راهو السيد هذايا معناها لو كان جيت اي لو كان جيت انا غلط في شخصي يا سيدي انا ماشي خارج الحب مي راك تظلم في جهه كامله وجمعيه كامله ونهار ما طلبت منك حتى مزيه الجمعيه ذي يمكن الجمعيه الوحيده اللي موجوده في الجمهوريه التونسيه اليوم انت جامعه ما تسالها حتى دور حتى مليم ما تسالنا بالعكس. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك توفيق على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها، موسيقى الأخبار وبعض مكملين في بلاي في آخر جزء من حصتنا اليوم حتى الخمسة متاع الشيخ.